هي خلافة لرسالة النبوة، تسمى أيضا الإمامة العظمى، الرياسة الكبرى. لقاء اليوم كما تعلمون 25 سنة ديال التربع صاحب الجلالة، وهذه مؤسسة دستورية فيها غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار الدستات، فيها منتسبين تجار ومقاولات صغيرة متوسطة على أن تدير هذه الندوة أو هذا الاجتماع المصغر ولكن في حد ذاته كبير جدا. نحن اليوم نسلط الضوء على الحكم ديال 25 سنة ديال سيدنا، وهذا ما يكفيناش يوم أو يومين أو شهر لسرده كله، ولكن بعض النقاط هي الدستور الجديد 2011، فهي المشاورة مع الشعب ومع المواطنين وكان بالإجماع، كذلك كوفيد 2020، كذلك البنية التحتية، المشاريع الاقتصادية، السكن، الاقتصاد، زلزال الحوز، يعني مدونة الأسرة كذلك، يعني مشاريع كبرى تحتية وبنايات، كذلك أفريقيا، الاستثمار والوجود ديالنا في أفريقيا والاستثمار المغربي في أفريقيا، وهذا مهم جيدا خاصة المناطق الأفريقية، ساحل كما تذكر كما جات في الخطاب صاحب الجلالة. واليوم كنسلطوا الضوء أكثر مع الأساتذة والخبراء باش نشوفوا الجيل اللي جاي، المقاولة الصغرى المتوسطة كنحطهم في الصورة. المغرب اكتسب 25 سنة ديال الخبرة وديال العمل وديال يعني المجهود الدؤوب، خاصة الاعتراف الأخير ديال فرنسا اللي هي عندها كرسي يعني في الأمم المتحدة دائم، وهذا كيشجع المغرب وغادي يعاون المغرب أكثر. الاعتراف ديال أمريكا، الاعتراف ديال البرتغال، ديال فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، وهذا كله مجهود ديال جلالة الملك لاينسرو، وخاصة نحن كمؤسسة وكرجال أعمال إلا مجندين وراء صاحب الجلالة والتعليمات ديالو والتبصر ديالو باش وصلنا لهذه النتيجة هذه. وحنا مقبلين على أوراش كبرى في المغرب، وخاصة الأوراش تنظيم كأس أفريقيا 2026 كلها أوراش، كذلك كأس العالم 2030، وهذه أوراش مهمة المغرب خصو يتجند لها، ورجال الأعمال وكذلك الشباب خاصة المقاولة الصغرى والمتوسطة. وهذا شرف لنا اليوم باش نسلطوا بعض الضوء لو قليل على المنجزات الملكية السامية.